توزيع الإصابات على الولايات وبالتفصيل وهذا اليوم الثلاثاء 16 مارس سعيدة صفر إصابة إليزي صفر تندوف صفر تمراس صفر البيض صفر نعامة صفر بشار صفر برج بارير صفر غردايا صفر تسمسيل صفر غليزان إصابتان ميلا صفر خنشلة صفر شلف إصابتان أدرار صفر اندفلا صفر سقهراس صفر معسكر صفر الطارف صفر سكيدا اصابة غالما اربع اصابات لغواط اصابتان تيارت صفر سيدي بلعباس ثلاثة اندية ستة عينت مشنت اصابتان مبواقي ثلاث اصابات الواد ستة عش- عفوا إحدى عشر اصابة الجلفة صفر ورقلة صفر عنابة صفر ت- تب- تبسة صفر تبازا صفر مستغانم صفر بومرداس إصابة بسكرة صفر تلمسان صفر بويرة كذلك صفر مسيلة اثنا عشر جيجل صفر أسانطينة إصابة تزوزو أربعة باتنا إصابتان وبجاية صفر ستيف إصابة بليدة أربعة عشر وهران خمسة وعشرون والجزائر أربعة وثلاثون المجموع مئة وثلاثون إصابة ليصل مجموع إصابات منذ بداية الفيروس إلى مئة وخمسة عشر ألف إصابة وشكرا